السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم وانتم في اتم الصحه والعافيه وتكونوا بخير وعلى خير كيف ما العاده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله يكون واحد الروتين مشارجي ما بين الخدمه والدار، التقضيات، الثياب، المهم شاركت معكم بزاف ديال الحويجات فيه. هذا كان نهار الحد، والحد صراحه انا كيدوز عندي عامر، يعني ما كنخرجش من الخدمه بكري. كتكون التقضيه كلها سالات ديال السيمانه، خاصنا ندوزو نتقداو داكشي اللي خاصنا. عاد كندخل للدار يلا نطيبوا العشاء، يلا نشوف بناتي اشنو غيخصهم الغد ليه على حساب الكوتي الفطور نوجد لهم حويجاتهم. المهم الامهات فحالي راه يكونوا عارفين. قبل ما نبدا في الفيديو، الا كان كيعجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات وتبغوا نبقى نشارك معكم روتينات هكا في الدار مع بناتي، فما تنساوش تخليوا لي في التعاليق وما تبخلوش عليا بلي لايك الزوينه ديالكم اللي كتشجعني وكتفرحني اكيد. ولا كنتوا اول مره كيطلع لكم فيديو ديالي فكنقول لكم شاركوا معايا في القناه هكا باش يبقى يطلع لكم جديد ان شاء الله. واول حاجه درت من بعد ما دخلت للدار مباشره هي درت العشاء يطيب. هنايا كنحاول نقلب على شي حوايج اللي ما غياخذوش ليا الوقت بزاف وما غياخذوش ليا حتى الجهد كثير. كانوا عندي الكواري ديال الحوت موجداهم ديرهم في بواطه في الفريكو، صافي غير كنجبدهم كندير شويه لاصوص. مهم كل واحد كيدير الخضره زعما اللي موالف كيدير. انا درت بطاطا الزيتون شويه الحامض مصير وخليتهم يطيبوا على خاطرهم. بالنسبه للتقضيه فهنايا خدينا التقضيه ديال الاسبوع كامل، يعني داكشي اللي عيقتنا بحكم انه ما كانش عندي الوقت وما دخلتش للدار بكري. تقريبا هذه راه تكون شي العشرة اللي كنصور فيها دابا. يعني ما عنديش الوقت باش نغسل الخضره ونقاد كل حاجه في السلوفان بوحدها، غياخذ ليا واحد على الاقل واحد نص ساعه المكانه. فقلت غنحيد غير دوك الميكات، حيت دوك الميكات الزرقين ودوك الميكات هكا كل ميكه في لون كيبرزطوني. حيدت دوك الميكات بدلتهم بديك الميكه الرقيقه ديال ترونسبارون اللي دايره فحال السلوفان، هكا كيجي الشكل ديالها منظم وكتبقى يعني كل حاجه كتبان لك اشنو فيها. كملت على هاد الطريقه حتى كملت التقضيه كامله اللي عندي، يعني هذيك التقضيه كلها رجعتها في ميكا ترونسبارون. الحويج اللي غيداروا في الثلاجه راني درتهم واللي غيبقاو على برا راهم باينين. بالنسبه للحويجات اللي كان خاصني نقيهم بحال الجلبانه اللوبيا النعناع، المهم زعما كل واحد وطريقته في التنظيم ديال التقضيه. انا هنايا ما كانش عندي الوقت باش ندير كل حاجه على حقها وطريقها، فلقيت انسب طريقه واسهل طريقه اللي المهم ان ديك الخضره غتبقى ليا مزيانه في الثلاجه ومحفوظه. هذا ما كان، وهذه نصيحه مني ليكم ولا لاي وحده هكا اللي عندها الوقت مزير وكتشوف راسها مضغوطه، فما تزيديش الضغط راسك اكثر ما هو اصلا عليك الضغط. يعني الضغط ديال الوقت راه ما كاين زعما ما اكثر منه. الانسان تيكون مضغوط يحاول يمشي على حسب الاولويات، داكشي الضروري اللي خاصني نديرو واللي ما يمكنش انه يتاجل، واللي بقات راه من بعد نقدروا نديروها ماشي مشكل. اصبحنا واصبح الملك لله. هنايا من بعد ما فقت الصباح راه 6 الصباح هادي كيف كتشوفوا باقي الظلام وكاينه الضبابه في الزنقه. من بعد ما كملت الواجبات ديالي دست الكوزينه نيشان. كانوا عندي هاد لي بغوشات موجدهم في الليل، راه غير نسيت ما صورتهمش معاكم. درت ليهم لا مارينات ديالهم، المهم التقايبه العاديه كندير فيها دانون مسوس وشويه لاموطارد مليحه شويه البزار شويه سكنجبير هادشي اللي تفكر دابا وشويه الثومه بودر. كنخليهم مقلين لي كامل باش كيجيو هكا فتيين وكيجيو بنان. هنايا خديت هذيك المقله اللي كنطيب فيها ديما، راه كندير فيها غير نقيطه بالزيت كندهنها بالبانسو صافي، وكنحط فيها داكشي اللي بغيت نحط راه كيجيو بحال بحال مشويين. درت هذوك التعويذات ديال العود، المهم الدراري صغاره كتلعبوا ليهم على الشكل هكا باش ياكلوا ليكم. درت معاهم شويه فلفله منها ديكور ومنها انهم كياكلوها صافي. راه هي كيطيبوا هادو ما كياخذوش وقت كثير. هاد لي بغوشات كنرافقهم ليهم ب المهم شي سلطه ولا شي خضيره هكا صوتي كل مره زعما شنو كندير ليهم. هاد النهار كدرت ليهم السلطه ديال الروز مع المايونيز والمايس والطون، المهم كيبغيوها بناتي بزاف كياكلوها. وكانت عندي شويه الباربه مسلوقه حتى هي قطعتها ليهم ودرتها ليهم مرافقة لهاد الطبق.
وهذا كيكون الشكل النهائي. كندير لهم هذوك لي بروشات من بعد ما طابوا، كندير شويه لي طوماط صغيره هكا كنزوق بهم وكياكلوهم في نفس الوقت. المهم هادو من بين الاطباق اللي كيعجبوا بناتي بزاف وكيرجعوا لي لي بواط، الحمد لله خاويين. صباح الخير عليكم. صباح النور، كي صبحتوا شويه ما تديوش على صوتي، راه مخرشش عرفتي، صباح ضربني البرد مش كيت عليكم. كنوجد دابا واحد هاد باش يقولوا لهم لي ميني كيك لي مادلين صغار لبناتي على قبل الكوتي، تا قررت ندخلهم فرع على تفكرت قلت نصور لكم. المهم انا غنكمل معكم، ولا بغيتوا لا غوصه راه غنخليها لكم. تسعد الله ربي دابا ديال الصباح من بعد ما خرجوا نوض دغيا خلطتهم. غندير هاد المول ديال السيليكون هذا يجيو هكا، هذا هو اللي غنخدم به. المهم هاول انا خلطت ديجا صافي، درت فيه الخميره درت فيه كلشي، دابا غنعمرهم باش ندخلهم الفرن. هادو غنديرهم ديريكت ما غندهنهم ما والو. ومن بعد ما عمرت هذوك ليمون ديال السيليكون دخلتهم الفران. هذاك الخليط اللي شاط ليا حيت عندي غير جوج ديال ليمون، يعني بقى شايط لي واحد شويه ديال الخليط، درته في هذا المول هذا الطويل ديال العادي ديال الكيك اليومي اللي كنصايبو. هذا راه اصغر حجم فيه حيت هو كيبان شويه كبير، ولكن هو راه غير صغير يعني ما كبيرش بزاف. صافي درته هنايا ودرت ليه من الفوق لي بيبي ديال الشوكولا. راه كيجي زوين ولذيذ عن جد. بالنسبه لهذا راه عرفتي تعصبت مني ما لقيتش المقطع اللي صورت فيه النتيجه، جا طالع ومفشفش. عاد بالي صورته ما عرفتش واش ما صورتوش، واش بناتي كيلعبوا في التليفون مسحوه ليا. المهم مني جيت كندير في المونتاج ما لقيتش هذيك لا بارتي، ما لقيتهاش معليش. صافي قلت هاد الوقيته اللي كيطيب ليا فيها اللي كطيب فيها كيكه يعني واحد ثلث ساعه حتى 25 دقيقه غنحيد عليا بعد النشر. كنت مدوره الماكينه يعني كنديرها بروغرامي في الليل، يعني تسعود كتلقاها كملات. حيدت هذاك الصابون اللي كان ديجا يعني مصبن غنطلعو للسطح، ودرت واحد واحد الماشين اخر عاوتاني اللي عاد الدراري صغار في حالي راه غيفهمني. حوايج منشورين وحوايج في الماكينه وحوايج كيتسناو يتطواو، وهي غاده معمر الحوايج ما كيتقاداو. الله يعطينا بركه وما تشي اللي غنقولوا. انا صابون هكا ندير الحوايج في الماكينه ونطلع نشرهم في السطح من احب المهمات عندي، زعما كنديرها بكل استمتاع. هاد القيته هادي زعما نعرف راسي طالعه نشر في السطح ولا غير في اي بلاصه، زعما المهم كيعجبني النشر، يعجبني نحيد الحوايج، يعجبني نطويهم. بطبيعه الحال مره ما كتكونش راشقه ليا ما كنطويهمش كنخليهم، ولكن الاغلبيه كندير كنطوي الحوايج وكننشرهم وانا مستمتع بهم. كاين اللي العكس ديالي تماما. المهم هادشي اللي عطى الله. بالنسبه للبرودوي اللي كنستعمل راه هو هاد اريال ليكيد. لحد الان انا غادي معايا مزيان، يعني جربت بزاف ديال الحوايج ورجعت ليه. بالنسبه للطيع ديال الحويجات ديال الدراري الصغار ما حتى حاجه ما نفعت معايا. دابا كنصبن بهاد اريال هذا. المهم كيف قلت لكم راه غادي معايا مزيان. ايوا من بعد ما خدمت لا ماشين في واحد القاعده ما عرفتش واش كان لازم نسطين بحالي ولا غير انا، واخا كنخدم لا ماشين ماشي زعما نخدمها ونزيد خلفها، خاصني نبقى كنتفرج فيها حيت بان ليا كدور هكا وتعاود تدور للجهه الاخرى. كيف صورت معكم هذا المقطع هذا كنتهنى ويرتاح ليا بالي. هادشي اللي عطى الله. ايوا دابا جا الوقت الاستمتاع. انا هزيت سليله ديال المقيبطه ديالي وهزيت السطل طالعه للسطح فرحانه طالعه النشر. هنايا واخا كان البرد ولكن كانت صافحه الشميشه. صراحه ما كاين محسن ان الحوايج يتنشروا في السطح وتضرب فيهم هذيك الشميشه وكيتشمشوا،
وتهبطوهم وهما باقين سخان، كتحسي بواحد الدفء، ودوك الحوايج تحسي بهم واخا هما مصبنين ولكن ديك الشمس ما عرفتش بحال تعطيهم واحد الطاقه زوينه سبحان الله. هو صراحه يعني السطح شي حاجه زوينه زعما النعمه الحمد لله عليها. بالنسبه للايام اللي تيكون كتكون الشتاء يعني واخا كنشرو الحوايج في البالكون داكشي ولكن ماشي فحال صافي. هنايا نشرت الحويجات راهم جالسين كيتشمشوا، مشيت فين نهبط للدار يعني حتى لقيت كنشم الريحه ديال الكيكه واصله مع الدروج، ريحه زوينه. ولكن ما جيت فين نحل الفران كانت المفاجاه، هما ماشي تحرقوا 100% ولكن يعني شويه شدوا لي من تحت، وصراحه يعني صيبتهم بكل الحب ولكن معليش يعني هما جاوا لداد وتكالوا ما بقاوش، غير هما يعني تحمروا شويه زياده على اللزوم يعني شويه كانوا غيتشوطوا. ها هو من بعد ما خرجتهم كيف كتشوفوا راه باقيين سخان، نتوما ها نديمولي معكم شي وحده ولكن باقيين سخان، بردوا شويه ونرجع لكم. كيف شفتوا معايا هنا من بعد ما خرجتهم من الفران، بالنسبه لاي هكا الكيك ملي تخرجوا من الفران خاصو حتى يبرد عاد يديمولا. انا هنا زربت عليهم شويه حيت كنت مزروبه، خاصني نجمع دغيا الروينه و يعني خاصني نخرج للخدمه، فحاول دغيا نحيدهم واخا باقا ما بردوش يعني 100% ولكن المهم معليش. هنايا كتشوفوا اللون ديالهم راه خداو اللون بزاف يعني في طور الانجاز ديال انهم كانوا غيتحرقوا ومحفظ الله وصافي، ولكن المذاق جا زوين يعني ما فيهمش زعما هذاك المذاق ديال الحراق نهائيا، خصوصا انني درت ليهم واحد الكلاصاج ديال دانيت شوكولا مع الشكلاط، درتهم هكا في حمام مريم ذوبتهم صافي وعمرتهم هكا من الوسط خليتهم تبردوا على خاطرهم يعني مني رجعنا في العشيه. داروا بهم بلاتي الكوتي وخليت ليهم منهم الغدلي باش داو معاهم ليكول. تر هنايا غنكونوا تقريبا وصلنا لنهايه الفيديو اللي كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم، يعني حاولت نشارك معكم هكا الروتين ديالي تقريبا من 9 الليل حتى 9 ديال الصباح، كيف كندوزو ما بين التقضيه ما بين المسؤوليه ديال الدار مع بناتي هكا اللانش بوكس. بالنسبه للامهات اللي مهتمين ولا عجبكم الفيديو نعاود نذكركم ما تنساونيش من لي لايك، ولا عندكم شي تساؤل او اقتراح او اي حاجه هكا خليوها ليا في التعليق اللي كنجاوب عليها كامله بدون استثناء، ولا عندكم هكا اقتراح ديال الفيديوهات اللي تبغوا نصور معكم فخليوها ليا حتى هي في التعليق هكا باش ناخذ فكره على الفيديوهات اللي كتبغيو. خليتكم في امان الله، السلام عليكم.